مساء الخير مشاهدينا الكرام متابعي قناة الشروق وبرنامج أحكي حكايتك، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد. نحن نطل عليكم كالعادة سهرة كل ثلاثاء على 9 مساء، وبرغم الظروف الصعبة الصحية التي يعيشها العالم إلا أن عملنا الإعلامي الإنساني مستمر. وحلقة اليوم سيكون موضوعها خيانة العهد، مجموعة من الأزواج يقومون بتغيير المرأة التي حملتهم وحملت بيوتهم وعائلتهم بحجج كثيرة، رغم أنهم قطعوا عليهم عهدا بأن يظلوا معهم وأن لا يفرقهم إلا الموت. هل هذا الأمر مقبول؟ هل هو مشروع؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقة اليوم التي سيزينها ضيفتين عزيزتين علينا، ستزينان البرنامج شكلا ومضمونا. وسنبدأ مباشرة مع سمر بن داود الفنانة والكوريغراف. مرحبا بك سمر. عايشك. الحمد لله. الحمد لله. الضيفة الثانية لسهرة اليوم ستكون ممثلة محبوبة، وهذه ثاني مرة أنا أستضيفها في بلاتو، نوال علوج. مرحبا بك نوال. صافا؟ لا بس الحمد لله، يعطيك الصحة على الاستضافة. الحمد لله. نوال أنت ثاني مرة أنا تلقيت بك شخصيا، يعني في كل مرة اللقاء يكون يعني فريمون تخي سامبا. أنا فرحان كي جيتينا. وسمر أول مرة تحضري معنا في البلاتو. وي هذه هي الخطرة الأولى. شكرا للاستضافة. الله يعيشك. سمر أسكو تلقيتي مع نوال من قبل؟ أسكو تلقيتي مع فنان؟ نو ما نعرفها كفنانه، ما جامي يعني تلاقيتها هكذا وجها لوجه. نو ما نعرفها كفنانه في التلفزيون. انا سقسيت نوال البارح كي كنا نحضروا على الحلقه، قلت لك اسكو يعني شيء يعني عادي بالنسبه لك انه تكوني مع ضيف اخر في الحلقه؟ قلت لي ما عنديش اعتراض، يعني عادي. ما عنديش اعتراض وما عندي حتى مشكل مع اي فنان والله، يعني مرحبا بنا كامل عندكم. سمر ما ديريش شروط. ما عنديش اعتراض. سمر انت مقله في الظهور في التلفزيون، يعني في البرامج، يعني ما تجوزيش بزاف. ما نحبش نظهر كثير، ويعني نحب نظهر على حساب المواضيع. ويعني حنا اون جينيرال يعرضونا كي تكون كاين حاجه عندها علاقه مع الفيستيفال تاع رقص، ولا كوم ما كاش بزاف المهرجانات تاع الرقص، يعني على بها ما نبانوش. وساعات المواضيع يعني الموضوع ما يهمنيش، ما ويعني ما نكذبش عليك، مانيش نحوس على هذه الشهرة تاع لازم نبان في كل حصة في كل. نحب فريمون الموضوع يكون يعجبني و يجلبني، يعني باش نكون أليز. فوالا. طيب دوك نعاودوا نرجعوا لهذه النقطة، لأنه عندنا تفاصيل كثيرة راح نحكيوا عليها. ولكن نوال الفنان، أنا عندي احترام كبير، ما تقدريش تتصوري، عندي احترام لأي فنان يقبل يجي البرنامج أحكي حكايتك، ولو انه احنا ما نعرضوش اي فنان يعني باش نتفاهموا، لانه البرنامج اجتماعي انساني بدرجه اولى. اسكو تشوفي بلي الفنان الجزائري لازم يبين هذا الكوتي فيه وما يقعدش غير محصور في صوره ممثل ولا مغني ولا راقص ولا عفسة؟ اسكو تشوفي بلي هذا الشيء لازم يعرفوه عليه الناس؟ بيان سور، هذه كما يقولوا ماشي غير يشوفوه في لاتيلي، باسكو هو ممثل او يتخمص ادوار دي فوا في لا كوميدي ولا في الدراما ولا، بصح لازم البوبليك تاعو، الناس اللي تتبعو وتحب تشوفو، لازم تعرف لو فون تاعو هو لوي ميم كومون ايلي، سي تري امبورطون. طيب سمر اسكو تشوفي مثلا انه الفنان الجيد يعني المقنع في اي مجال، غناء ولا تمثيل ولا رقص ولا استعراض، اسكو تشوفي باللي لازم يكون انسان يعني كالكان دو بيان باش يمارس المهنه، ولا هاد الاحكام ما عندهاش علاقه بادائه؟ ما نظنش باللي عندها علاقه، جوكواك نقدر نكون كالكان دو بيان كالكان دو موفي، ولا ونمارس المهنه تاعي مليح بي كيما نقول يعني، وتقدر تكون ماشي مليح وانت هو احسن ممثل ولا احسن راقص لا احسن مغني، ما عرفتش راكي تشاركني في الوجه، ما نقدروش. مي يفو يكون عنده حاجه لا سونسيبيليتي، ما يقدرش يكون كيفاش نقولوا سانسير، صريح صريح مع البوبليك تاعو ولا اللي يتفرج معاه ولا اللي يتعامل معاه، يكون ما عندوش هاد لا سونسيبيليتي والصدق. دايوغ نحسو كي نشوفوا فنان، يعني كاين فنانين كي نشوفوهم ما نهضروش كسوا الراقص ولا الممثل ولا لانتربريت، باسكو كيما يا لو دونسور ولا سولي كي في لو شو، وكاين اللي يعيش واش يمثل كسوا الممثل، باسكو الراقص اوسي ممثل برك ما يتكلمش،
دونك لما عندكش هذيك الصدق فيك ولا لا سونسيبيليتي سي با دايوغ كاين كاين فنانين كي نشوفوهم في لا تيليفزيون ولا في التياتر ولا الراقص ولا المغني غير نشوفوهم نقولوا هذاك هو الوغ كو هو ماهوش يلعب مليح بصح عنده حاجه هكذا سي لو كاريزم لا سونسيبيليتي عنده الحضور في الحضور وعنده الصدق. سنعود الى الموضوع تاع حلقه اليوم اللي هو راح يكون جو بونس انا راح يكون يهمكم بشكل كبير على اعتبار انكم يعني نساء وكو شباح البلاطو يعني باش هنالك مقوله احنا نسمعوها بزاف يقول لك المراه في الجزائر يعني بصفه عامه ما يقهرها الا امراه يعني المراه هي اللي تقرأ تخلطت لي الهضره هي اللي تقهر المراه والمراه هي عدوه المراه احنا ما راحش نحكيو على هذا الموضوع ولكن نحكيو على موضوع انه بعض التصرفات اللي تقوم بها المراه ايا كان التصرف احيانا ربما احنا ما نفهموهاش تفهمها مراه كما هي وي. اسكو هذا الشيء مبرر لكل افعال لكل حاجه ديرها المراه نقولوا انتم ما تقدروش تفهموها باسكو انتم فوز دي زوم ولا فوز دي زونفون ولا ولكن المراه تفهم المراه نبدا بك نوال وي انا جو سي توت افي داكور بيان سور المراه هي اللي تفهم المراه هذه هي كسوا في المجتمع ولا في حياتها اليوميه ولا هذه هي ريبونس كليغ نت سي سا وي طيب سمر جو بونس كو حتبدلي رايك بعد ما تشوفي التقرير تاعنا تاع اليوم ولكن عندنا الوقت اسمح لي انا بوما المراه ولا غير يعني نجيب ربي المراه ما تفهمش المراه انا هاد لي دغني طاش مي بوز دي كيستيون نو كي تشوف المراه بزاف سلبيه مع المراه الجوج لا فام دون فاسون يعني سلبيه تقول ما تفهمهاش وقيرا انا غلطه ما على باليش لان هاد الاعوام الاخرى ما وليتش نقول كان غير المراه اللي تفهم المراه ساعات نشوف الراجل هو اللي يفهم المراه اي فوالا في كل دوك نسيو نبسطوا شويه الهضره ونحكي ونعطيكم مثل اكزومبل يعني مثلا نقولوا مثلا مراه تزوجت مع رجل قبلت انها تكون زوجه ثانيه في الستر بحجه مثلا انها حباته ولا حبت تستر ولا حبت تلقى راجل هي تاني لحياتها اسكو هذا الشيء تتقبليه مثلا سي سا في بريفي لا هي راهي فرحانه باللو شوا تاعها هذيك شغلها لا هي راهي سعيده فوالا كيفاش انا عندي الحق نجي نقولها نا يفو با ويفو تكوني كومون دي فيمينيست مناضله نسويه مناضله نسويه وما تقبليش براسها لا هي راهي سعيده هكذا وانا وعلاه نجي نقولها صف لجد طلبت لي النصيحه ولكن مبدئيا انت يعني ماكش ضد الفكره لا لا جو سوي ضد الفكره بس دير لا لا استنى براسها ما نجيش نقولها وعلاش والاخر مي الفكره اون ميم نقدر نقول لك اون ميم طون مي تحبوا مي اون ميم طون يا هذاك موا جو ديغي مهبوله هذه شبيها مي ما نقدرش حياتها نقدر نقولها انا جو سوي كونتر الفكره بصح دبا راسك طيب سنوازن انت قلتي انه حياتها الخاصه ممكن انها تكون تحبه اتسيتيرا ما نروحش نعايرها نعلق. لا ما نجيش نحكيو على نعايرو نحكيو نقصو كظاهره يعني بصفه عامه نوال اسمح لي وانتي انتي بيرسونيلمون اسكو تو لاكسبت بور توا نو فوالا سي سا لو سي سا لا كيستيون فيت وي ما تقبليش انتي عليك تقبليه ولكن تفهمي فوالا علاش باسكو ديجا يا بلان دو بارامتر اوتور ديجا يفوك يكون لا ما نقدرش تاعي شتي قلت لك لا يفهم المراه الا المراه لانه انا فعلا ما فهمتش الاجابه تاعك بصح كاين دي فامك قلت لي مديت لي ان كا وين المراه تحب الراجل وقبلت انا جو سوي كونتر انا جو سوي كونتر بصح من ديزون كو Je suis contre la situation. بصح ما نقدرش نجيجيها مال. ما نقدرش نقولها وعلاه ولا. طيب. واش قلت لك؟ قلت لك في المواقع انا رانا نشوفوا غير لي تخوك سلبيين. كل واحد إلا سي غيزون. ما نقدرش نجيجيها. طيب انت عطيتي الاجابه ولكن انا بحكم الكونسيبت تاع الحلقه ما نقدرش نعطيك تفاصيل اكثر حتى نعاود نرجعوا لهذه النقطه بالضبط بعد
القصة تاع السيدة اللي جاتنا من مروانة، نقول لها تحية. ولكن نوال هي حكات على المرأة الثانية زعما لا دوزيام فام كي جات تو سيات تتفهمها. لو كان انا نقول لك تحاولي تتفهمي المرأة الأولى، يعني مرته الأولى اللي ماشي قابلة بهذا الشيء، كي ترفض وتخبط الطابلة وكاعوا كلش، خاصة أنها عاشت حياتها كامل هي رفدته ورفدت الأولاد. ومن بعد كي كبر السيد، كي كبر يعني كبر ولاده، يقول لك أنا دوك حبيت نعيش، يعني هو يعيش وهي اللي عاشت يعني حياتها كامل. داكوغ، هو حب يعيش، هو حب يعيش حقه يعني. انا من انا كوني امراه كما قالت لك سمراء، ما نقبلهاش مبدئيا، ما نقبلهاش في با داكوغ جوتو. باسكو علاش دير معاه الدار، تخدم عليه وعلى ولادو، اي فوند اون فامي سور دي باز اي تو. الاسره هي الاخر تاع اساس المجتمع باش نقولوا. ابخي يجي هكذا دان سول كو يقول لك نعاود باش نعيش، نو شي با داكوغ. الا في حالات، كاين حالات ثاني، ما نقولوش غير المراه عندها الحق، كاين حالات تاع تخلي الراجل يزيد يعاود الزواج. جو نو سي با، بالك الي مالاد، بالك الطوم مالاد، بالك ما تكون ما ولدتش وقعد معاها شحال. ما لا، هذيك حالات استثنائيه يعني. اكيد انه ما حاش حنا كيما يقول لك نقطعوا رحمه ربي على الناس، ولكن احنا نحكيو على الظواهر مش بالضروره. لانه راجل جو بونس في عمره 60 سنه 50 سنه، بعد ما جاب الدراري ما حاش يعاود يتزوج باش يعاود يجيب دراري يعني. باش نحكيو الامور بور فيفغ يعني، بور فيفغ افيك سا فام، يعيش حياته يعني لاباس به. واسكو هذا الشيء يعني حقاني؟ ماشي حقاني يا يوسف. ماشي حقاني، سي نورمال ماشي حقاني. باسكو علاش يقهرها مسكينه؟ قلت لك انا يا شوي داكور دون لو كا او فوالا، كاين استثنائيات. مي سينو هكذا دان سول كو يحب كيما يقولوا راسو، نو الى فوندي اون فامي وعنده ولاد وعنده مراه وهذيك واش رفدت معاه ايتو، دان سول كو هكذا يحطمها على حرام عليه. بالنسبه لكم شكون هي الحاجه اللي ثقيله على المراه؟ انه يخونها، يخونها في قلبه ولا يخونها جسديا؟ شكون الخيانه الصعبه على المراه؟ يخونها، انا بفور موا يخونها في قلبه لما يحب وحده. بيان سور سي تري، باش نحكي لك جسديا ما نهادي نهادي نيت انا جسديا نهادي نهادي قالت لك. مي سي اون كيستيون شغل، ما جو بو با شوازيغ ما بين زوج، ما مرا ما تقبلها. فهادي برك نقدر نفهم المرا، مرا ما تقبلني هادي نهادي ايش منها. لو مثلا وقعت لك في سيناريو، مثلا سيناريو محتمل انه وقعت لك، كيفاش تتصرفي؟ اسكو تتصرفي بشكل انه تعطي فرصه ولا تقطع نهائيا العلاقه؟ لانه كاين النساء بمجرد انه تصرى هذا الشيء، كاين اللي تعطي فرصه وكاين اللي تقطع نهائيا علاقتها مع السيد. دوك نقول لك وقتاش تقدر المراه تعطي فرصه، كل عندها حق اكثر. دوك نقول لك وقتاش كي المراه تكون تحب زوجها ولا تقدر تعفس، مش تعفس على قلبها، تقدرش، لا غالب ما تقدرش تعيش بلا به. يا سكون ابل لامور انكونديسيونيل، شغل كوم دي لي جون يديز منه قطع، ستادير ما تقدرش تعيش بعده، ميم ستادير يروح تموت. يا دي فام كي فيس فيرسا، كاين الراجل وسي اللي يحب هكذا، وكاين تقول لك تشاو ماكس، ترفد قشها وتقول له وكاين اللي ما ترفد نقاشها ني والو، باسكو ما عندهاش لو شوا وتبلعها. كاين اللي تبلعها، ما عندهاش لو شوا، ما عندهاش باسكو شكون يرفدها. ما عندهاش شكون تلقى شكون يرفدها واقيل تروح. اوني دون اون سوسيتي تخي سي ديفيسيل دو بخون دي ديسيزيون. بصح انا كامراه يعني انا كسمر ما نقدرش نقبلها. طيب على سيره المجتمع وكاع كلش كما نحكيو بشكل تلقائي، انا اوجه تحيه كبيره الى السيده التي اتصلت بنا منذ فتره، عيطت لي وتعرضت الى نفس الموقف وقالت لي انه انا ما نقدرش نعيش بلا بابا ولادي، لانه هو خويا، هو بابا، هو رجلي، هو كلش بالنسبه لها. انا اوجه لك تحيه كبيره سيدتي، وانا اصور هذه الحلقه بناء على طلبك وطلب نساء كثر يتعرضن لنفس الموقف، ودرنا الحلقه ربما لنحاول ان نفهم هذا التصرفات. على كل ضيفتي العزيزتين سنعرض عليكم قصه سيده خديجه من بلديه مروانه ولايه باتنا. سيده خديجه في عمرها 55 سنه وجاءت الى البرنامج لتحكي عن هذا التجربه اللي عاشتها، لانه هي حبت تحكي يعني، لانه تغلقوا كامل البيبان في وجهها وما شافت حتى حل اخر الا انها تجي وتحكي التجربة اللي عاشتها. لعل وعسى
الناس الذين تسببوا في مأساتها سيعودوا يراجعوا نفسهم، والأشخاص اللي يعيشوا نفس التجربة يشوفوا عواقب هذا الأمر وين يقدر يدينا. سنعرض قصة السيدة خديجة مع ضيفتينا عفوا، ونواصل حلقة اليوم. شوفي أنا قصتي طويلة، تما أنا أم لخمس أولاد، عندي راجلي وليد عمي ماشي يعني خدام في السبيطار. شوفي درت فيه الثقة العمياء، يعني مستحيل نشك فيه والله. شوف عند وحدة ما كانش منها طول، ما فقتش حتى نقيت ودته لي وحدة. شوفي قلت لك ماهوش تاع نساء، أنا كون جات تاع نساء ما نجيش هنا وما بينش وجهي. أنا بابات ولادي إنسان نظيف، والمرأة هذه اللي داتو كانت مزوجة عندها زوج ولاد، تما رجلها حوزاتو وخطت على تاعي داتو، ما فقتش. قلت كان مستحيل نشك فيه، مستحيل يعني لليوم وكي نقعد كنقول راني نحلم. ما يعرفش وحده بلانا. شوفي انا تقريبا كي دخل بورطابل هكاك للجزائر يظهر لي، قلت لهم يظهر لي انا هي الاولى اللي دارها تدمرت من البورطابل كي دخل الجزائر. انا يعني البورطابل هو اللي قرب لها المسافات، هي خدامه نقولوا خدامه في السبيطار، ساكنه في السبيطار، وكيما قال وانا نقولوا بيا خدام مستحيل، بابات ولادي خدام ياه خدام، هو احنا ساكنين في حي علي النمر ويخدم في السبيطار فما في مروانه قريب الحال. ها بس ما حسيتش طول باللي تبدل عليا والله ابدا، حتى واحد النهار كيما قال هذه المخلوقه هذه في تلاقيت مع وحده تما تعرف اختي، وبقاو يهضروا من بعد قالت لها بلي ديت واحد انا تزوجت. هو ديك الساعه المهم جو مالية يعني فاميلتي اللي جات كبرت القضيه ديك الساعه كيما قال، جوها كم علي شيا جو خاوتي تما المهم جو خاوتي في مال الدار كلي بداو يقرضوا فيه. عندي وليدي الكبير ديك الساعه مازال صغير، كي شافوه هي تما يدير مع بابا خوالو يقرضوا في باباه، جاو وليدي كان راح يضرب خالو تما كي شتا كذاك. على بالك المهم بعد روحت تما داني خويا واحد داني للدار، وديك الساعة ولادي صغار وما كانش عمتهم مسكينة قاصرة ما كانش، ولادي في خمسة وخويا واحد قال لي قعدي في الدار، ما فهمتش كيفاه. المهم قعدت هذاك النهار، من بعد جات بنتي الكبيرة، كي جات بنتي الكبيرة تبكي هكاك وما 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 المهم ما كان والو. خرجت معاها، كي خرجت معاها قيت وياه حتى هو يستنى، رحت للدار. زعفوا مني ديك الساعه خاوتي، تغشت المهم تغشوا تاع الدار الكل. روحت للدار، المهم هو قال لي ما كانش منها. المهم يعني بصح قلت صح ممكن صح يعني غير ما على باليش. من بعد كيما قال لا اله الا الله محمد رسول الله، قعدت في الدار هذيك الساعه وليت قطعت العلاقه مع دارنا تقريبا 5 سنين ولا 6 سنين. مروا عندهم ما يجيو عندي خلاص، ما كانش هذيك الساعه وين نروح، تما كانت غير مو اختهم ساكن حاكمين البلاصه، انا اللي مهم بقيت قايمه بالدار، قايمه بولادي وقايمه بسمو. انا هي ثرني داتو نقولوا في السر، وهي ساكنه في السبيطار باش وعندها زوج ولاد قلت لك، داتو من تحت لتحت باش تديه، نقولوا تديه يعني قلت لك بارادته مستحيل. المراه كيما قال معروفه سحاره على روحها، وبالتالي اي امراه وام مستحيل تولي الرجل عنده خمسه ومرته سته ومو بخته ثمانيه في العائله، نشوفوا غير ليه وداتو يعني تاكل تشرب كيما قال. المهم واش يسهلها الحال قلت لك البورطابل. 2010 توفات اختو، تعرفي كي دخلت لحياتي
غير الخراب، حاجه ورا حاجه، راح وسع ومن بعد كل شيء راح وراه. ماتت ديك الساعه اختو 9 شهور وزاد تمو، زاد ماتت خلاص. هذيك الساعه ولا تعرفي ولا كان حنين، كان ما وش تعنسى، بعد ولا كيما قال ولا عصبي بزاف، ديما نتقابضوا انا نقول له طيجه هو هاليوم غدوه اليوم غدوه اليوم غدوه الى يومنا هذا. ربات ولدت على ظهري، دارت الدار على ظهري، انا يا ولادتي البنات قدرت لهم قريتهم، كبيره وصلت للجامعه مزوج الجامعه، خرجوا من الجامعه مقاعدين، كي تكسر كيما قال كي دات وما يبان والو، تبان حتى حاجه، واش راح كيما قالوا خاصك تجيك وحده تكلحك وتديهولك وتعيش راسها مرفوع. وانا ديما مذلوله الى يومنا هذا، نحس راني مذلوله يومنا هذا خاصه قدام فاميلتي. تعرفي هي ربحت فاميلتها، ربحت ربحت ماليها، دات شوف دات لي الراجل وربحت ماليها، وانايا راح الراجل وخسرت فاميلتي، هربت منهم ما قدرتش نطلع راسي قدامهم، نحشم على بالك فاميلتي موش براني، كون جا براني ممكن اني بصح ماهوش براني، ما عندوش عائلته، هي عائلتي ما عندوش عائله وحده، هو وحيد امه وباباه، عندك اختو اختو مسكينه الله يرحمها حتى هي كيما قال. المهم هي قلت ربحت كلش وانا خسرت كلش، حاجه ورا حاجه حاجه ورا حاجه حاجه ورا حاجه، حتى الدار الدار اللي ساكنه فيها ذكرني عندي 5 سنين اللي خرجت فيها، ما حسيتش كيفاش خرجت من داري، ساكنه في داري، داري تسمى شوفي داري دوك نقولوا هذه تاع تاع علي النمر افسانك، ما فهمتش كيف. المهم ما فهمتش كيفاش خرجت منها، تسمى هضر مع تفهم مع واحد عطالو بطيمه اف 3 في الكاتريام، وخليت داريني في الارض اف 5 في الارض، وخرجت قبل ما نخرج فقت يا ربي وراح نروح، رحت عند الانسان هذا نطبطب نستنى في المراه باش تخرج، هذه مو على الدار نطبطب باش تخرج لي المراه، طولت شويه خرج لي هو، كي خرج لي هو برق لي في عيني، المهم خرجهم فيا، طاح يسبني سبني سبني سبني، قلت له كيما قال لي وجه الله بغيت داري، ما بغيتش نخرج من داري، بغيت داري هذا ما كان، والله نطلب فيه وقولوا لي وجه الله لي وجه الله ما بغي باغي داري، حاشا كيما قال تا عندي سبني غسلني بالسبان، ومرتو تشوف وخوه يشوف غسلني، المهم عايرني حتى بالراجل، يعني لو كان جيتي كيما قال قلت والله غالب هذاك داتو بالسحور وانتاني والله لا يروح. سبني كيما قال ما غاضنيش، هو يهضر انا نقول له لي وجه الله يا مخلوق على وجه ربي رجع لي رجع لي داري برك، ولا قال لي تروحي تخطيني، قلت له كيما قال اعطيني داري نخطيك، حاجه كيما قال قلت لك سبني بصح ما غاضنيش الحال نورمال، والله ما غاضني الحال، هو انا وانا نقول لي وجه الله لي وجه الله لي وجه الله، كي شافني هكا قال لي روحي نقلع لك راسك، قلت له تقلع لي راسي بغيت تقلعو قلعو، خطره جيت انا وياه هكا فاس فاس قلت له بغيت تقلعو قلعو تهنيني، كي قلت له هكا تفلي في وجهي، كي تفلي في وجهي غاضتني نفسي، يعني تفكرت يعني كوميشل يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، لو كان ماشي هي ما نوصلش عنده، يعني وليت حتى الراجل يتفني في وجهي، وعلى بالك هو كيما قال لصق في الدار هذيك الى يومنا هذا، الدار هذيك راحت كل شيء راح كيما قال، المهم كيما سطرت حياتي ما كانش، تعهدت انا وياه ما تفارقنا مع حميد ما تفارقنا لا الموت، فارقتنا هذه في الدنيا درك تما كاينه ويروح
بصح ماهوش نورمال والله ما هو في حاله. واش دارت له الله اعلم. يعني قلت لك كيفاش نطلق معاه؟ وانا قلت لك لو كان دارها بارادته يصرف عليا. منقول باش نقول لك ما يصرفش عليا، يصرف عليا كما قال. المهم كما قال هي كيف نزلت نعطيه لها على طبق من ذهب، هي هكاك بغات، هي هكاك بغات. خلي لو كان قاتها ما قدرتش برك وتيلي وطلقني. بصح هي ما قدرتش، ربي العالمين، من عند ربي العالمين. انا اللي تمرمت معاه، انا اللي كما قال خمس اولاد، وهي ربي لها ولات تسمى ولادها تاع الراجل واحد. ماشي كما قال كيفاش نطلق؟ نزيد هذيك الساعه كما قال نزيد. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله. انا جيت اليوم باش نقولها علاش. جيت اليوم نقولها شوفي فيا، علاش دخلتي لحياتي؟ علاش دمرتي لي حياتي؟ زعما قاريه وحدي قلت متعلم يا متعلم. انا نقولها جاهله، كون جيتي متعلمه ما تديش بي خمسه وانا سته ومو واختو حاكمين البلاصه، انا اللي قايمه بهم ودرت له عقله. والله العلي العظيم على الاول هكذا كي داها تعرفي كي اللي راح يهبل. جريت نقول لك صح جريت عليه، بصح نجري ومن بعد يروح عندها وليت قعدت ما قدرتش. وانت جري لازم كيما وانت جري تي تجري وهي تخدم من هيه. غلبتني ما قدرتش، انا والله ما قدرت. كملت حياتي هكذاك بالصح من 2004. شوفي النهار ما بكيتش والنهار ما تفكرتهاش والنهار ما تخبضناش. كيف تكون وحده يعني لاباس عليها كيما قال مع ولادتها؟ والله الجيران ما يشهدوا عليا ويشهدوا عليه. دوك الجيران كامل يقول لي اصبري خي على بالكم واش تعنسى. بصح خلاص خلاص العمر، انا دوك نقول خلاص عمري نخاف نموت ونخليها ورايا. بديت كسر رجليها مليح. انا باش نقتل كون جيت نقتل انا قتلتها هي الاولى. راني خرجت من الحبس، يعني نقول لك بصراحه انا قتلتها وخرجت من الحبس. ما نوصلها ما تروح داري ما يروح حتى حاجه. انا حتى انايا نمشي مع الحيط ما شتيش نظلم. انا تربيتي ما شتيش نظلم، هما اللي ظلموني ودمرت لي حياتي. طلب تاعك من الرئيس بغيتي ساعدي يرجع لي داري، داري برك نرجع لداري نكمل حياتي في داري ونموت في داري. هذا ما بغيت، لان هذا الانسان هذا اللي داري الدار قلت لك شرب لي حتى هو المرار. كما قال لي مستحيل نرجع لك، مستحيل يدي دارو يعطيني داري. انا اللي تعبت عليها، انا اللي درت فيها، انا اللي درتها كما قال القلقه نتاعها هي نخرجها في الدار. النهار كي خلصتها خرجت منها. كانت هذه اذا قصه السيده خديجه من مروانه من باتنا، وهذه القصه مهمه جدا لانه اي امراه متزوجه ولا اي امراه يعني ممكن تتعرض لنفس الموقف. وانا اعتقد انه كاين بزاف نساء عايشين نفس الوضعيه تاع خالتي خديجه، خديجه عفوا، عايشين نفس الموقف. كاين اللي بالك بظروف أسوأ من اللي سمعناها دركا، ولكن هذه القصه مهمه لانها تحكي بلسان عدد كبير من النساء. نوال انت عندك اولاد وام وزوجه، يعني جو بونس حسيتي بها اكثر مني ولو انه انا دمرتني يعني حطت لي المورال ابلا، ولكن كيفاش بانت لك؟ مش عليك انا عشت شغل دخلت معاها في ليستواغ تاعها، شغل سيت نعيش الوضع اللي عاشته. يعني شو نقول لك دمرتني كيما تقول، ما فريمون سي مالوغو. يعني مراه يعني هكذا راهي مراه تاع الدار وربات معاه دراري ودارت معاه البيت وزيد رفدا يماه ورفدا دوستها تسمى اللي هي اخت راجلها، مع الاخر هو يروح هكذا كشغل ما كاين والو يعاود زواجه ويروح كامل عليها. هاد المرأة أنا حسيت هاي تقول لك باللي يصرف عليا، ماشي ما يصرفش عليا، مي سي با سكيل فو غيالمون، ال فو لوي ميم. شغل هو حوس عليه هو، حوس عليه هو بابة ولادها، أي معاه سي نورمال. وقالت لك أكثر من مرة قالت لك احنا نشوفوا غير فيه، يعني هي
تشوف غير فيه هي اولادها وهاد المراه ماشي كانت رفداته هو برك رفداتك انت اللي راك تشوف فينا ان شاء الله تكون راك تشوف فينا يعني رفدت لك اختك معاقه بنسبه 100% رفدتها امك كانت معاقه الله يرحمها ورفدتها ورفدت لك خمسه اولادك ورفداتك ومن ورفدت لك بالك بيناتكم امور اكبر واوسع من هذا الشيء ولكن مع الاخر يروح بهذا الشكل وانا شغل الشيء اللي قهرني انه يعني كبيره وجات ما حبتش تغطي وجهها كانت مصره انه وجهها يكمل يبان باش ناس يسمعوا واش كاين. انت قلت لي يوسف في عمرها 55 سنه. 55 سنه. ما تبانش انا نعطيتها على حسب الهم تاعها الهم يكبر كما هضرنا ونعطيلها بلوس جو سي با سي تي داكور. بان كبيره. 55 مازالهم جون. الهم يكبر يقول. الهم يكبر وي مشاكل هما اللي. طيب سمر نعاود نولي للنقطه اللي حكينا عليها في بدايه الحلقه احنا امام حاله تاع ولازم نحكوا الامور يعني بصراحه. يعني لما تجي امراه تشغل تسيد تبني حاجه على ظهر امراه اخرى مش امراه برك امراه وعائله وما تقراش العواقب اللي ممكن يكونوا لانه حتى السيده اللي جات دركا يعني متزوجه وعندها اولاد وخدامه وحققت ذاتها لما تجي يعني هكا بهذا الشكل بهذه السهوله انها تتزوج تدخل في حياه راجل عنده اولاد وعنده ام واخت ودار وزوجه ويعني ولا على بالها ولا على بالها يعني هل هذا الشيء مقبول؟ هذه فوق الأنانية هاد الإنسانة ستازيغ شافت وش قدامها وما شافتش النتائج وسمم بحكاية نتائج الإنسان عبد اللي يكون إنسان يكون ماشي مليح ماشي مليح يقدر يديرها يعني نقول لك فوق الأنانية ما خافتش ربي ما بلا خوف من ربي يعني ربي ما يتقبلهاش الانسان ما يتقبلهاش وصح كيما يقول لك يا لو روتور دو مانيفيل وربي كبير راهو يشوف يمهل ولا يهمل فوالا يجي نهار وين هي تقدر تصرى لها نفس الشيء وجاب لي ربي كاين ماشي جاب لي ربي كاين ناس جاب لي ما عندهم ني قلب ما يخافوا من الدنيا ما يعيشوا برك هذاك الوقت وما على بالهمش باللي الدنيا حتدور ويقدر يصرى لهم كثر وما نفهمش كيفاش تقدر يعني تبدا تبني السعاده نتاعها تاع عباد واحد اخرين. تدير هذه المراه ترقد في الليل كما يقول كل قاوري سوغ سي دو زوغي. ما وهمها والو مهنيه دمرت حياه دمرت حياه وشردت اطفال يعني قالت لك خمس دراري هي وحدها اللي رباتهم اللي خرجت بصح اسمح لي ما نظلمش غير ما نقولش ما نظلمهاش غير هي مام الزوج دوك نجيو ليها دوك عجبتني هذه دوك نجيو مام الزوج ماشي غير هي انا بين زوج سون بين زوج ريسبونسابل بين زوج مام عندهم نفس كيف كيف كي هو كي هي يعني ما نجيش نقول هو وسرقات ودات انا ما ندخلش في هذا لي سوجي كيف زوجي سان كومبليس لا غير كيف كيف انا هذيك دات واحد جريت نو نو سك طبعه هو في الاصل ماشي مليح ما فاقتش به كي كان صغير في الكبر بان عيوبه تحبس هنا الفو با كي تبدا الانسان تلقى له لي زيكسكوز الاعذار الاعذار كي تبدا تلقى الانسان الاعذار سيك سي بون ما فهمتش نو الانسان ما تلقالوش الاعذار وراك مليح ولا ما راكش مليح المراه كي تبدا تحوس على الاعذار ال فا با سان سورتيغ تقعد هكذا لازقه وما تديرش الحل عمرها هاي طيب. قاتلو مام العذر نزيد باردون نزيد في كلامك قاتلو العذر قالت لك داتو بسحور سحراتو دارت له الاخر با فورسيمون بسحور با فورسيمون يقدر يكون هو راح بروبر ونفس الشيء بالنسبه للنساء لانه كاين نساء يخلعوا ازواجهم ولا يطلقوا رجالهم لانها حابه تروح مع انسان اخر وكاين امثله يعني كثيره باش نسيو نحكوا على الظاهره بشكل متوازن انا اثرتني جمله قالتها في البدايه سيده خديجه انا متضامن جدا معك يما وانا بالك مانيش عايش وشكي عايشه صح راني حاس لو كان مثلا انه انا بابا على كبري راح يتزوج بهالطريقه يعني بدون اي سبب يعني لا سبب صحي ولا سبب شرعي فقط لانه مراه لعبت له براسه يعني اتوقع رده فعل اولادك اللي راهم دوك رجال وبناتك النساء كيفاش راح تكون ولكن كل انسان ربي كاتب له شكل من اشكال الحياه هي قالت لك في البدايه قالت لك انه انا نعرفه ماشي تاع النساء اسكو هاي نيه
اسكو راهي على نياتها كي قالت هذا الشيء باللي نعرفه خاطئ النساء والضربه جاتها من الانسان اللي جوستومون دايره في بالها باللي تعرفه. وي جوستومون تعرفوا باسكو بيناتهم عشره هي بوغال تعرفوا ما تعرفوش كيما قالت لك ما فقتلوش في الصغر فقتلو في الكبر هذه هي شغل باش تحصل غير في المراه هذه اللي زعما هي داتو هو كشغل كان قاعد على خير وعافيه جات داتو نو سي ديسيزيون يخداوها لي دو دونك ما كاش منها تعرفيه نو اوكي قالت لك انه عائلتها قالت لك انا خسرت عائلتي وخسرت راجلي قالت لك ما حبيتش نروح عند عائلتي يعني خوها قال لها تريحي في الدار ما تخرجيش ولكن هي رجعت على رجل اولادها ولانه كانت رافده ثاني تختو اللي مريضه ويماه المريضه اسكو تشوفي بلي هذا التصرف حكيم ولا غلطت كان الفالي ما ترجعش انا في بلاصتها فالي ما ترجعش باسكو ما كاش منها وي ماشي مشكل نرفدها يماه نرفد بابا هيتو مي بصح ماشي هما الصح سي لو ماري ما غالب بابا ولادها هو الصح ما قدرش راح بلاد ولادها ما عندك ما تقعدي ديري سي كوم سا تدي لولادو ولا تتفاهموا جو سي با كاين العداله كاين كل حاجه تدي حقك تعاودي حياتك اوتون جون بون بالك هادي ليستواغ صارت لها يا لونتون تعاود حياتها وخلاص لا في كونتينيو شغل باش تدخل هكذا مسكينه اللي انا قسمت لي في قلبي ما نكذبش عليك دمرت مرا اللي ولات عجوزه مسكينه بوغ بوغ اون ايستواغ هكذا هذا هو الاكتئاب هذا هو اللي يجيب المرض هو اللي يجيب كل حاجه باسكو هذه هي اي بي اكسكوز موا جانسي سور ان ديتاي عندها زهر كبير في حاجه مواليها عبالك باللي كاين نسا مشتاقين يطلبوا الطلاق زعما كاش شكون اللي يرفدهم باسكو الام تقول لها انا شدي دارك حنا ما كاش وين نجي باباها ما تقدرش واقيل ميم با تروح تقولها لباباها حبيت نتطلق حنا مواليها قالوا لها بصح نعاو جو لا جوج با باسكو نحس باينه باللي تحبو هاو السبب اللي قعدت معاه الحب قالوا لها نرفدوك خوها قالها ما تخرجيش من الدار وراه الخو دركا اللي يقول لاختو وكاين من دركا الدنيا راهي صعيبه مي هاد المراه مسكينه جا كيما قالت ما رجعتني على جال ولادها ني على جال عجوزتها رجعت على جالو حبو سي سا قلت لك يعني كي نحبوا الحب واعر كي تحب واحد تقدر تدمر حياتك تقدر وان شاء الله ربي يلقى لها حل كيفاش تفسري انه هي تحبه يعني حتى وهو قعد يخدعها لانه اكتشفت باللي خدعها في التليفون اتسيتيرا اتسيتيرا وكذب عليها مع الاول وقالها نعقد برك ونطلاق شغل غير شغل كليك او يلعب كيفاش تفسري انه بقات تحبه يعني كمرأة انا عندي صعوبه في فهم هذا الشيء قعدت تحب انسان خدعها ولا غير الساس هذا المشكل جاب لي ربي وجا ما نلقاو له الجواب تجيب الفلاسفه الكبار تاع الدنيا كاش كوا حتى هو الحب واحد كي يحب يحب و سي فري وكاين عز وكاين تاع عزة النفس تغلبها تاع هكذا نهز قشي ونروح وكاين اللي ما تقدرش كاين اللي ما عندهاش لي روبير بلا هذاك الراجل والعكس صحيح انا جو سوي با نقول لك غير المراه اللي تمام الراجل ساعات يحب وين يقبل كلش والمراه تقدر تحب ما نقدروش اون بو با جوجي مي الحب واعر دايوغ عندي ذا باور اوف لاف استاذ قوة الحب القوة تاعو ما تقدرش كيما كي تكره ما تقدرش تولي تكره بطريقة اللي تحير كيفاش تكره كم تقدر تحير كيفاش العبد يقدر يحب هذا هو الانسان اللي مجموعة تناقضات وفابل ضعيف طيب انا احس روحي ديكسيونير لا روس فرونسي اغاب هي حكات يعني على نقطه مهمه جدا اللي هي انها تحبه يعني وصانته ورفداته وبين يعني امراه يعني على نيتها يعني بين امراه طيبه ومع الاخر كي ختمنا الحوار قالت لنا سمحوا لي يعني سمحوا لي اللي شغل يعني انا والله العظيم غير ماني عارف واش نهضر عليها ولكن لما انسان كما هو وكاين يعني حتى وحنا نصوروا الحلقه كاين رجال يعيشوا نفس الحياه ولكن ما يقدرش الحب تاع مرته ليه ولا هي ما تقدرش حب راجلها ليه كيفاش تفسري هذا الانسان اللي ما يديرش حساب يمات اولاده واللي رفداته ايتترا ويزوج عليها نورمال هل هي انانيه ولا اكثر من الانانيه هذه وحشيه
انه ما تغيضوش لانه ما غطوش. ما غطوش بس باش ولات هكذا سك ما غطو لا هي معليش هي نقولوا بنت الناس ولادو 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 جو سي با كيفاش مالغري شوف هاي اللي كان يقول لك او يصرف عليها والاخر ما ما حبت والو هي حبته هو هو فريمون باش يكون قلبك كحل هكذا ا سو بوين لازم تكون سي مونستر سون كور كيما نقولوا فريمون وحشيه وحشيه يوسف غراف كي تشوف في عينيها تشوف واحد البراءه شغل ان انفون. على سيره السيده هذه هي حكت واظن انه اهلنا في ولايه في بلديه مروانه راهم يشوفوا في ناوي وتقدروا تعرفوها لانه السيده معروفه. انا اريد ان اقول كلمتين لهذا الرجل اللي ادالها دارها لانه السيد هذا ادالها دارها وفقط شيء يسمحوا لي المشاهدين على هذه الكلمه لانه ما نقولهاش ولكن نقولها بلك باش اللي ما سمعهاش يسمع. هو السيد هذا بزق لها على وجهها يعني باش كاش نفهمكم هذه الفكره ولكن انه تلحق بانسان يدي لها دارها ويزيد يبزق على امراه وام اولاد بهذه الطريقه فاظن انه انت لا تشرف بلديه مروانه ولا الشاويه. اردت الرجوع الى هذا التفصيل باش ما ننساوش باللي السيد كاين سيد واحد اخر يعني فوق هذا الشيء يعني هي قالت لك شوفي وين لحقت راح لي ببات اولادي وبعد ولاو الرجال يبزقوا لي على وجهي ويعايرها بهذا الشيء يعايرها يقول لها كون جيتي امراه صالحه ما يخليكش راجلك. وسمر انت نوعا ما مناضله ومع المراه ايتو الرجل اللي يدير امر كيما هذا وش تقولي له؟ كيفاش يبان لك اصلا؟ ما شوف بصح نقدر نقادر الرجل اللي يجي يقول للمراه تاعو يا بنت الناس ماناش نتفاهموا كل واحد يحكم الطريق قدر راجل هكذا انا نقدره بس قال الحقيقه يعني ما راحش هذا ما نقدرش نكون ضده بصح الراجل اللي يعفس المراه هذا ما نقدرش نتقبلها ما نقدرش نتقبل دايوغ السؤال انا حنطرح سؤال حبيت نفهم وعلاه ما طلبش الطلاق ولا اسك طلب الطلاق وهي ما قبلتش بس هنا نقدر نقول دار فيها الشر بصح علاش ما طلقهاش علاش ما تطلقوش يعني في هذه الحاله يفالي يتفارقوا بس كي خلاص المفاهمه تخلص لازم خلاص كل واحد يحكم الطريق كل واحد يحكم الطريق ولا ما بس هنا ميم هو راهو يتعذب لا حب يروح وهي ما خلاتوش درك انا ما نعرفش انا لي ديتاي تاع هذه الحكايه وانا سي فري كمناضله ما نقدرش نقبل راجل اللي يدير هكذا الامراه من ما نقبلش مرا كمناضله ما نقبلش مرا ما تديرش تكون شويه قويه وتقول خلاص خلاص نروح ما 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 ما, ما عندي ما ندير كل واحد يحكم الطريق نتاعو زعما المراه يعني يفو تكون ما تكونش يعني بلا به ما تعيش ما تحب قلت لك صح الحب واعر هذا هو المشكل بصح الواحد لازم يدير اللي يقول خلاص دوك ما حبنيش ما حبنيش ما تقدرش تفرض على عبد يحبك صح دوك احنا ما نعرفوش لو ديتا يعني هاد الحكايه كيفاش بدات هي تقول داد لي داتهولي بصح هاد الراجل علاش ما قالهاش خلاص طيب نوال فرضا انه مثلا جا بعيد الشر عليك ولكن كاحتمال نسيو احنا نحطوا بلاصتنا في رحنا في بلاصت السيده هذه لو كان مثلا يجي عندك بابات اولادك ويقول لك خلاص نوال انا راني حاب نتزوج مره اخرى كيفاش تتصرفي؟ الله يسهل انا نوال شوي تخي فورت الناس قاعده تعرفني جو سوي فور دو كاركتير جو ريفري ما في افيك كون بليزير نو ماشي مالغري واش عندنا واش الاخر بصح كيما قالت لك اون فوا الانسان ما يتفاهمش مع واحد الزوج ما يتفاهمش مع الزوجه ولا يلحق هذا المومون تاع ما كاش مفاهمه فو ميو دوك تلحق وقت وين ما كاش حب بيناتكم ما كاش مفاهمه ما كاش الاخر دو مومون كو جا وقالها قالها لها ولا كيما تعطيني المثل قالها لك سي بون فو با شيرشي ميدي 14 باسكو كي تدخلي في 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 موند تاع باش اون سومبر ابخي لا فام سومبر حنينه لا فام بطبعها دونك علاش بوركوا دو مومون كو جا ما حبش يقعد معاها كاينه حاجه ماوش يحبها ولا ماوش يتفاهم ولا ماوش حاملها ماوش
الله يساعد. ما تغيدكش روحك؟ ما بيان سور تغيد، كيف ما تغيدش 10 ودراري تغيد، مي كي تجي تشوف انا ما نمرضش روحي يا يوسف، ما نكذبش عليك. نو ما نمرضش روحي، وهي هذه هي فوت اللي دارتها السيده خديجه، فالي با فالي من الاول ما فهمت بون تسيي، هي ماشي يعني نقول لك مع الاول برك ديريكتومون تخليه وتروح، نو الي ساي كيما يا سيدي عام انت بلوس دون اني خلاص. ابخي شاكان في سافي، لا في مش تبنى على انسان ولا على الاخر، كل واحد عنده نفسه عزيزه عند عمره. وانت سمر؟ جامي. ابخي سي لا دينيتي كي رونتر ان جو. كرامه. كرامه يعني انا كي وصل راجل يقول لي شنو ندير به؟ ديجا ما نقولوش الله يسهل برك يعني. انت ما تقعدش هنا. تحوزيه؟ لا جات داري نحوز، نحوز باسكو هو يحوزني. يعني هو حوزك من قلبه يعني. ومادام يقول لك عفسه هكا. قال لي خلاص وش بقات؟ وش بقات؟ توصل هذه الكلمه وش بقات؟ وش بقات؟ صحيح. احنا في المجتمع الجزائري شغل والمجتمعات العربيه بشكل كبير يربيوا البنت على انها ميم سي يقول لها ما تروحيش، لا تبقى وتسي ترفد تصوفي تصوفي وشي تصوفي، تحاول انقاذ ما يمكن انقاذه. التربيه دايوغ لا تسمح لي جيمري بيان روندر اوماج ا مي بارون. انا الام نتاعي والاب نتاعي ربونا على حاجه، عندكم دار باباكم، عندكم دار باباكم، ما تقبلوش الذل، يفو نربيو المراه باش ما تقبلش الذل، ماهيش حتموت، المرض يقتل. وي سا سوني كون سيباراسيون، ماهيش حتى قلت لك واحد وليدك يموت نهبل، بنتك تموت نهبل، المرض يهبلك. صح هذه وهذه سنة الحياة، اليوم نتفاهموا غدوة ما نتفاهموش. ولا كنت تحبيه مثلا كما هي تحبيه وعندك معاه خمس أولاد و يقول لك من أجل امرأة أخرى. مسكين. مسكين. مسكين، فين كانت غلطة في الحياة تاعو، هذيك هي الغلطة تاع الحياة نتاعو. واش ديري له يعني؟ ديري لنا ديمونستراسيون. ندير ما ندير له والو. ديري لنا ولا نقول لك يعني حاجه، ما ندير والو، نهز تاو ماكس. ربي حلل الطلاق وحلل الزواج. يا توجور الحل. نقول لك سكي ديفيسيل في هاد الاحوال، سكي كي ما تلقاش عباد في كتافك. حنا في بلادنا المشكل وين راه؟ كي ما يكونش واحد في كتافك يعاونك. صح كي يكون عندك ام والد كي توعي وفي كتافك تقدر، واللي ما عندوش واش يدير؟ تحتاج برا مع ولادها، ما تقدرش. دايوغ كاع سي اون كيسيون دو ماتيريال، يقعدوا ما عندهم ايزون با شوا. كاين انا نعرف حالات في العائله، عندي حالات في الاصدقاء في الجار الجاره، ما يقدروش. ميم الراجل، انا ما نج ديفون با غير المراه، ميم الراجل ساعات مسكين خلاص ما يقدرش يقعد مع مرتو، ما يقعد باسكو ما يقدرش يحل دار واحد اخرى ولا يكمل يحل لها دار واحد اخرى، يقول لها نتفارقوا درك بصح ما تخميش على الاولاد. يعني دون لي دو كا سي مالورو، دون لي دو كا سي مالورو. ما انا كامراه غدوه ما كانش المفاهمه، ربي يسهل. اللي ما عندوش الحل واش يدير؟ هذا المشكل. اللي ما عندوش الام والاب تاعو يقول له عندك دار باباك وراه الحل. انا جوكوني دي كا وين شكوني ان كا وين شكوني عندي صديقه ما تتفاهمش مع الزوج تاعها، حبه تولي لدارها بصح ما تقدرش تروح تقول لوالديها باسكو منعينها منعا باتا، تروح تقول لهم تهضر لهم على الطلاق ولا. وبهذا الشكل هما راهم يديروا لها، راهم يذلوها اكثر من يذلها زوجها. طيب. لانهم شغل ينبذوها، سي بون شوي غوشتي من لا فامي، ما تطلقيش ما تجيش من هكذا كذا. سينو المراه الجزائريه مولاتش تخاف من الطلاق خلاص. يعني لانه ربي حل كما قلت، ربي حل الطلاق ولكن ربي حرم الظلم. بصح انه تظلم انسانها. ما يكونش الحل الماتيريال، كيما ما عندهاش وين تسكن، طيش ولادها كيفاش دير؟ كومون الفي؟
طيب نحن على كل قربنا على نهاية الحلقة، مر الوقت بسرعة. أنا أريد منك نوال بكل الطاقة اللي عندك يعني والقوة أنه تتوجهي بكلمة إلى كل امرأة يعني راهي داخلة في علاقة مع رجل متزوج وعنده أولاد والعلاقة يعني دخلتها كما نقولوا شنانة، ليس من أجل أسباب كما قلنا مشروع عام متفاهمة، لأنه كاين حتى نساء يخطبوا لرجالهم باش يتزوجوا، ماشي مشكل كي يكون الأمر مقبول ومتفاهم عليه، ولكن المرأة هذه اللي تدخل شنانة تاع تدخل على ديور، تدخل على ناس شنانة كما يقولوا زكارة. زكارة عليها بوغ زكارة، كيفاش تدخل زكارة يوسف؟ زكارة لا عندها أن بوت ديغيغ، إلا يحبها هذا الراجل حباتو بالسيف، هذه هي زكارة، يدير سكارة في روحها، ما يدير سكارة في حتى واحد، باسكو كيما هدرنا من قبل قلنا المرأة اللي تحب تخسر بيت وتحطم عائلة كيما هكذا، كيما راح معاها خلى مرته الأولى يزيد يروح عليها، ما كاش منها كما تدين تدان، دوكا رانا نشوفوا في الحياة ما كاش نشوفوها هكذا تغلط تخلص، تغلط تخلص سيغ بلاس، ما كاش هذيك تاع غدوة وفي يوم القيامة، نو سي سيغ بلاس. وتعيشي مدلوله عيشه واش معيشه كارثيه. دونك واش نقولها كي تظلمي في روحك وراكي تمرضي في روحك روحي شوفي واحد اللي يوالمك فوالا، وراكي عايشه مهنيه وخلاص. حنا رانا نهضروا دون لو كا او هذه دخلت على اسمها، هذا نسى يدخلوا على عائلات اسمها عائلات نورمال بولادهم ايتو مهنيين يكونوا لاباس بهم تخرج لهم هذه كوم فوالا. مي سينو قلنا باش من كيما قالت لك ما نحقروش ثاني الراجل، كي كاين وين دي مومون راجل لازم يعاود زواج على مرته وتبقى مفاهمه فوالا. مي بوغ المراه كيما قلنا ما تفاهمتيش معاه، ما تفاهم يفو بارلي لا كومونيكاسيون سي لو بلوز امبورطون. ما كان الدراري يشدوا بيناتهم ما كان حتى حاجه، سي لا كومونيكاسيون. اون فوا الانسان ما عادش يحمل انسان سي بون On essaye, oui, une, deux reprises. Après, qui m'en hamlouch, vaut mieux chacun y refait. Oui, quoi, deux bab. Un ou l'autre qui m'a dit que je connais Tanek Anka, c'est une copine, mais tu fais un peu de mal à un enfant, quoi, deux bab, elle a déjà l'oublié d'homme. Que Sheryl Ha, Sheryl Hadar, oui, Sheryl Hadar, Sakna, l'hamdoullah, normal, il y a Tachdem, ou Tchalas Tricity, ou Ma, ou Aisha, ou Israf Ala Oulidou, mais que je m'achèque, allô, Kda, Ala Oulidou, l'école. الحمد لله فوالا يفو بارتيغ دو سو برانسيب. هذه حاله من الحالات. سمر لو النساء اللي راهم قاعدين مثلا اللي تقول لك انا نرجع نقعد معاه ولا نرجع لداري على جال وليدي ولا على جال ولادي ولا على جال بنتي. نحب ولادي بصح ما نضيعش حياتي. دوك نقول لك وعلاه، باسكو كي نكون انا ماشي مليحه اللي يضر وليدي يتضر بنتي، كي انا الاولاد كل ما يدخلوا يسمعوا العياط واش من حياه عندهم. ونقول لك حاجة، كاين حالات وين الأولاد هما اللي يقولوا لأمهم، ونعرف ديكا يقولها ماما مشي نروحوا خليه. لأنه تضرر، لأنه الطفل بس لونفون هذيك اللي تقول لك نقعد على جال ولادي ساعة يجيب لي ربي سبة برك، نقعد على جال ولادي كون ما عنديش وين نروح، هذيك حاجة واحدة أخرى، ما يكون عندي وين نروح نهز ولادي وناخذ ندي راحة البال تاعي في جهة واحدة أخرى. آخر سؤال تاع حلقة اليوم هي آخر كلمة قالتها السيدة، قالت أنه أنا تفاهمت معاه ما يفرقنا إلا الموت، من بعد قالت لك بلي العمر راح، قالت لك راح عمري وسي بون قربت على الستين. إلى أي مدى هادشي صعيب عليها أنه تعهدت معاه أنه ما تخدعوه ما تطيح له نيفو ما تخليه إلى الموت، ولكن هو دار العكس؟ ما نقدروش. كيفاش تحسها هي؟ كيفاش تحسها هي؟ خلاص هذه سي فام باتو، مي ما نقدو اون بي با بريفوار لي شوز يوسف، ما نقدوش نعرفو واش راح يصرا، وين تفاهمو نتعاهدو، مي هذه دنيا سي سا يفو نكونو معاها، سي يفو فريمون افواغ اون فورت بيرسوناليتي، ويكون فريمون مرا تكون قويه باش كيما قدرت تربي وقدرت هذه باينه راهي عندها ما سفرات مع اولادها رباتهم كيما اي امراه كيما اي امراه. باسكو ما كاش ان انفون سي با ان شا اكزاكتومون اكزاكتومون سي المو اكزاكت سي با ان شا. اي بي ميم كي رفدت، حنا عندنا في المجتمع الجزائري عندنا هذه، عندنا هذه ترفدي عجوزتك ترفدي ناس دارك كي بيان اي تو سي سا سي الاخوه اللي فينا. نحكي لك يعني كرجال، حنا بالعكس اللي تكون رافده اختي ويما بالعكس
هادشي يعني ماشي غير نحطها في عيني. وي سمر كلمة منك إلى زوج السيدة هذه. هاي كاميرتك منا و... ربي يهديك و ننظر يعني فات الوقت. المرأة راهي خلاص كبرت مرضت ان شاء الله ربي يسقم الاحوال وربي يجيب لها وشي متمنيه هذا ما كان نلقاو الحل. نوال انت واش تقولي له؟ انا ثاني نقول له ان شاء الله ربي يهديك وان شاء الله تشوف هذه المراه اللي راهي محطمه يعني راهي نفسيا محطمه ولو بكلمات قدرتها. معليش راك متزوج الله يسهل عليك مي هي ثاني يفوت تحسن عونها وان شاء الله تلقاو حل يعني لهذا المشكل تاعكم. ولما لا راك متزوج بالاخرى ومازالك متزوج بهذه المراه ان شاء الله وتربي ولادكم فهم كبار يعني ربي يصلح الاحوال ان شاء الله. ان شاء الله على كل نعطيكم الصحه على حلقه اليوم. جيسبر كو كانت خفيفه عليكم وجيسبر كو السيده خديجه راهي تكون تشوف فينا وولادها ثاني تشوف فينا يشوفوا فينا عفوا. انا نوجه لكم تحيه كبيره لانه السيده خديجه جات حكات على لسان مئات الالاف ربما من السيدات اللي عايشين نفس الظروف. وهذه الحلقه كانت بشكل خاص عن الشخص الذي يخون الثقه والعهد لأن العهد والقرابة هذيك والرابط الأسري خاصة لما يكون فيه أولاد بين أي رجل وامرأة هو رابط مقدس. معليش ما نكونوش متفاهمين صح مش بالضرورة أنه نحطموا حياة أشخاص بهذا الطريقة. أساس أي علاقة هو الصدق وهو المصلحة الكلية للأطفال وللعائلة. وأحيانا الإنسان على طول عمره يتعرض إلى نزوات ربما يحسب اللي راهو يدير حاجه مليحه ولكن هو ما راهوش يدير حاجه مليحه. وهذا الكلام موجه بشكل كبير الى كل امراه تريد ان تدخل على عائلات عايشه لاباس بها. هي تدخل لهم هكذا في الشوم بسهوله ببساطه. تاكدي انه كما قالت لك نوال ستعيشين مذلوله طيله حياتك. والشيء اللي درتيه للسيده هذه ماهوش بعيد. احنا ما نتمناوهش ولكن ماهوش بعيد انه يعاود يصرى مع بنتك وتتفكري لتما لعل الذكرى تنفع المؤمنين. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على الوقت الذي تمنحونه لنا لمتابعة حلقات أحكي حكايتي كل سهرة ثلاثاء. نحن مسرورون جدا بخدمتكم وسنلتقي بكم بحول الله الثلاثاء المقبل دائما بنفس التوقيت وعلى نفس القناة.